ايش قصتك براجع عليها؟ والله هاي متقاعدين طلعنا هاي 312 312؟ اي لها اسباب بعدين محتاج شيء؟ لا سلامتك طيب ان شاء الله رحم الله والديك اشكرك سيدي اشكرك والله والديك هذا كتاب رسمي لو مو رسمي؟ رسمي يقول الا تروح تجيب لي النسخه الاصليه دقيقه واحده 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 ليش اللي اجيب الاصليه؟ مدير التربية ما يعطينا اياه. هاي عم ودي لي يا حبيبي. توكل واحدة واحدة. صار صار. توكل. ما منو؟ بس اجيكم بس اجيكم. وين الجماعة؟ يومين يجي عندك قصتك شنو هذا؟ ما مستغرب توصل مراجعة. لا عفوا. هاي يصير الاستاذ احمد الله يكرمك. وصلنا اسبوع الراجع على مود ختم. تعال عبد. وين ختم مالك؟ هو موظف كان بامانه. اقعد 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 عبد اقعد 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 شنو القصه؟ على كيف واحده واحده. اقعد يوم اقعد اقعد سلام حبيبي. هو والدي موظف كان بامانه بغداد. اي العفو يا ابا كملت معاملته كلش. احنا من محافظه النجف هنا جاي خطار. صار سبع ايام على مود ختم التدقيق، باكر تعال عقبه تعال وهاي الوضعيه، حتى مصعد ما كنت صعد. انتظر عمو انتظر هنا، انتظر هسه انا هسه دز لك احد حل مشكلتك اليوم. استريح عمو ما ترجع اليوم. الله يوفقك ان شاء الله وينصرك. رحم الله. اربع اشهر صاير لي بس اسمع انا باشر دقيقه دقيقه نعم دقيقه بس دقيقه. خلي بقى الاجراءات شنو وسجلوا اليومكم واحد واحد على المشاكل تدلل تدلل شو اجمل؟ اهلا وسهلا استاذ. ان شاء الله خير وبركه يا رب. طيب ان شاء الله. صوب الوحده الحمد لله. موظفين وينهم؟ استاذ هذول صعدناهم من برا طلعناهم. هذول مراجعين. مراجعين؟ فرصه سعيده تفضل استاذنا. استاذ حصه الشهيد الله يخليك. يعني امانه برغبتكم. بس تدفعون مكافاه نهايه الخدمه للشهداء في دول عينك. خذوا رفع عنهم مكافاه للشهداء. اما نهايه الخدمه. 20 صدر رفع عنهم هسه جديد. ان شاء الله تؤمرني. الله يسلمك. تؤمرني بالصوره. تجددين. يعطيك العافيه. ممنون لك. هاي الاشعار مالت الشمجاي مو شفتها؟ اي هاي صار شقد هاي شفتها شفتها انا الصبح تابعني ما له لا لا انا شفتها الصبح بس يردون شفتها هاي صار له فوق السنه انا راجعه لا لا صرت راجعين؟ اي والله سنه تمام الاشعار داز لنا اياها واحد اربعه اي ها وبعدها ما واصل للحاسب بس انتظري دقائق انتظر يعني؟ اي انتظري مو شفتك الصبح كم تشهر ما ماخذ مالي 57 يوميا راجع وهاي معاملتك حبيبي وصلت معاملتك؟ نعم وصلت معاملتك؟ الجو هنا كم اذا وصلت استريح هسه شو وصلت والله مو انا خمس اشهر وعندي عمليه وما عندي فلوس بسيطه 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 الله يخليك اليوم معاملتك ما اطلع ان شاء الله ما شاء الله رحم الله والديك سيدي الله يحفظك علينا الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله كملنا بالقران كملنا مش شايف استاذ لابس تلمار حتى بروحها سويت هويتك عاد فلس احمر ما عندي بلكي يسهلوا لي الهوية وين ذا قسم يا قسم يما صفر في بعد لنا بقطعني بعد بقطعني يلا اسمي يسرى واحد عرفت خدمة من الحالات خدمة ونص خدمة بس يعني معاملة هسه اقدم معاملة احمد هاي متوكل قوائم الرواتب اللي موجودة إذا أطبعها إذا أوقعها اليوم إن شاء الله نطلقهم نطلق الرواتب. تفهم اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله. بلشتوا إن شاء الله بلشتوا. أحسنت. أحسنت. موفقين إن شاء الله.
سوينا قاعدة حقوق بيانات الآن الحمد لله وشكر. هاي جهود عراقية شبابنا هم سووها. طيب مين؟ إن شاء الله هو بعد عندنا. موفقين إن شاء الله. موفقين. صارت أفضل مدينة وأقل مدينة بالعدد المتقاعدين وعدد السكان. المثنى. أي نعم سيادة الرئيس. سوف يجدك موظفين أقول ما جاي جوز أستاذ إحنا يومين استخدم الأربعة تعرف لا أستاذ ما دخلت مش أنا شوية لا ما كان هوالي أستاذ إحنا بالسبعة نشتغل في السبعة هذي المعنى بتقعد إياهم اليوم خلص معهم أستاذ أمر أمر هذا أمر زين أستاذ يومين ترى ما أطلع إذا ما كملهم كلهم يومين للخمسة للأربعة ما أكبر اليوم اليوم تأمر سيادة الرئيس دور القاعدين تخلص معهم أبدا تأمر أمر هذا أمر زين أمر سيادة الرئيس راح نجي كليتنا ودش الله يعوضك ايش عندك معامله انا عندي تعال ابن تعال استاذ السلام عليكم السلام والدي بامانه بغداد اي من 2014 حاله على تقاعد 2015 اكو سيارتين بدمته حسبناها قضائيا فضل سيارتين من الدعوه كانت عندكم اي كانت دعوه قضائيا كملناها وطوبره ذمه من دائرتي من 2015 لحد الان الف من مستلم بجلطه راجع شهريا دكتور 300-450 وين مشكلتك؟ مشكلتي هسه بهيئه التقاعد فوق هنا يم ساده نسيتها البنيه فوق هنا بهذا الشعب اي على ختم بس اي على ختم بس ختم علي علي اخذ عمك علي ختم ودي اليوم تخلص معامل بس تاخذ يلا ماما اخذ تليفونك عمار اخذ تليفونك اثنين تليفونك عمار اخذ التليفون تخابر اليوم بالليل شوف شنو معاملتك وين وصلت يلا علي اشكو تشتغل انت انا منتسب تعينت بمكان اخوي الشهيد كان هو مقاطع نجده العظميه استشهد بال 2005 رحمه الله البركه بيه ان شاء الله رحم الله والديك على سعودك وينصرك ان شاء الله روح ارتاح يلا رحم الله والديك رحم الله والديك للي لي السلام عليكم السلام اه جيه وين عمرك انا اخت شهيد مطلقه وثلاث بنات ما لها راتب ماما العفو بس تدوي عندك ولد كبار؟ ما عندي عندي ثلاث بنات صغار قاصرين؟ اي اخوك تعال شو اسمك انت؟ زهرة زهرة تعال اخ تعال تعال حبيبي انت شكو ليش تبكي؟ ضحكي ايه؟ يلا طيري 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 خمسه طيري ضربي 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 يلا يلا عافية ضربي هذا اقوى منك واحد اقوى ضربي اقوى ضربي عافية حبيبي انت وين ما عملتش؟ أنا صادرة هوية. إيه، ش عندش مشكلة؟ عد سوي طلب حسي، بس أسوي. حلو هذا مشكلة. لا استطعت. خلصت ما عملتك وما خلصت. نسوي ليش كتاب؟ دقيقة. تمشي شو تمشي شو عندك؟ أنا عندي عملية مخي. مخي. دقيقة. دقيقة. مالي 57. دقيقة. عمو حبيبي. ما عملتك مشيناها؟ ما عملتي كامل يم التدقيق. باش عندك؟ بس نكمل. وهي عمليه ماسكه لك الهويه ونصرف لك الراتب اسرتك المعامله عندي انا عمليه ظهري شو السيد هاي الصنده مال دراوي دقيقه اوف 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 اطلع 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 ما ادري اوقف والله كرامتك اهم شيء اطلع 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 حسين والله العظيم سيد تدلل نعم سيد التليفون مو حاضر بس كاف ما حاول سامحني حافظ يلا توكل على الله مش واحد من الوزراء تدلل الهويه الله يحفظك سيدي كمل الهويه وتعال حتى اصرف لك الراتب يلا توكل على الله سيدي توكل